النهاردة بخصوص صرف حوض القدم اللي هو 70 في 70. الجلبة اللي تحت دي جلبة كيسل بسن، تحت منها الكوع كيسل. في جلبة مثلا في نفس الجلبة دي القطع، يعني عامة اللي عاوز اقوله ان انا كده استخدمت الجلبة الكيسل على الطابق، البانيو على طول. زائد ان انا كده عندي طبعا صرف حوض البانيو ده 50 ملي، البوصة ونص يعني. فكده احنا بوشناه هنا بالمسلوب اللامركزي اللي هو 63 في القطع الجديدة في كيسل، 63 في 50، 63 في 50، وكده مشيت معانا على 63 باستخدام الكعان المفتوحة على صرفه على البيبة. يبقى انا قريبة من البيبة هنا بسلك منها، في نفس الوقت انا كبر البيبة طبعا 75، 75 في 63 في المنتج الجديد. فكده انا مستخدم 63، يعني قطر كبير 2 بوصة، لغاية ما كده وصلت خلاص في تكفيلة البانيو، خدت المجموعة الصغيرة دي في البوصة ونص. الهدف يعني ان احنا كده استخدمنا صرف كيسل في منعا للتسريب، وافضل او افضل امانا طبعا برضو، وافضل واطول عمرا. زاد ان احنا استخدمنا كبرنا قطر المواسير، بدل ما بوصة ونص قلبناه او غيرناه على 2 بوصة على اساس الشعر والمناديل بالنسبة لاستخدام الطابق البانيو الصغير اللي هو 70 في 70 او 80 في 80. كل التحية والتقدير لحضراتكم، ورجاء من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك للفيديو عشان الخير يعم والعلم يمر للكل، او الناس كلها تشوف وتستفاد من المعلومات.